المفاتح أو الأوراش التي يجب أن نشتغل فيها. وأنا حقيقة ركز على أنه التعليم معركة كبرى، معركة ما سهلاش. لا أعتقد أننا كل شيء اللي عندنا رايب، لا عندنا شيء ننطلق منه، ولكن نقصين جوج ديال كي كنقول أنا دو بارامتر نقصين في هذه المعادلة. أولا اللي ناقص هو أنه التعليم في الجيل ديالنا والجيل اللي قبل منا في الغالب التحق به ناس يؤمنون به. من انتكاسات اللي في الآن في التعليم هو التحق به ناس لأن ظروف العيش دفعتهم له، وهذه راه مشكلة معضلة كبيرة. شتي توظف شي إنسان في شي مجال ماشي في المجال ديال البشر، مهما كانت أخطأه فهي قابلة للحساب، إلي كالكولاب أون بو استيميلوكو، ولكن إلا دخلتي في نسق التعليم الكلفة ديالو عالية عالية جدا. وبالتالي الدول حريصة على أنها توظف في التعليم من له واحد الحد الأدنى من حب هذا العمل. من الأمور اللي وقعت لنا في التعليم أن تعاملنا معه كوظيفة كباقي الوظائف. تتصلح أورديناتور واخطأتي فيه شنو اللي غيوقع؟ أقصى ما غيوقع أننا غنبدلوه نصلحه، ولكن تشد لي تلميذ وتريبه نفسيا واجتماعيا وعقليا الخطأ كبير يمكن يخرج على أجيال. إذا المشكل الأول في الموارد البشرية اللي عندنا، احنا عندنا طلبة جابوا 7 و6 في الرياضيات دابا راهم أساتذة في الثانوي ونجحوا بواحد، وكاين اللي صفر. إذا هذه مصيبة أكبر. أنا اللي تنتكلم عليهم في وحدين نجحهم عندنا في الليسونس بواحد التركيبة جايب 18-20 في الكوميونيكاسيون ولا يتواصلوا في أي شيء. حتى هذيك 18-20 أنا أستغرب يتلعتموا في أول جملة وتيتكلم بشي طرق بشي لغة مع هذا نسق. حتى في الجامعة عندنا أساتذة لم يحبوا مهنتهم طيلة حتى خذوا التقاعد وهو يكره ما يقوم به. كاين شي اعتقال وشي عذاب أكثر من هذا. 32 سنة وأنت تقوم بشيء تكرهه. في أمريكا والله لا داروا، لأن النظام التربوي غادي يشتغل عام ويستقل لأنه لا يقوم بشيء لا يتمتع به. كتوجد إنسان 32 سنة حضر ميت الطباشير وكنت كندير داك الشيمي ولا الرياضيات وانا كارها، هذا لا يعقل. اذا هذا الخلل الاول. الخلل الثاني اننا نتعامل مع التعليم بمنطق الاقتصاد، الربح والخساره. الاستثمار في التعليم لا يوجد احد يستطيع تقدير الكلفه ديال الربح اللي يمكن يعطيك، لان انت ملي كتكون جيل فيه 3 المستويات. فيه ما يسمى بالقاعدة العام اللي كيعطي المواطنة والاندماج السوي، هذه هي الحد الدرجة الأدنى في التعليم، هو يعطيني مواطن سوي يستطيع أن يندمج. راه ماشي يخدم، هذا النموذج راه أثر علينا من فرنسا. التعليم في العالم كامل هو بناء مواطن سوي قابل على الاندماج. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني هو عنده إضافة لا تعتمد على عضلاته بقدر ما تعتمد على معرفته وعقله، خبرة ما. المستوى الثالث بحال شي مخروط القمة ديالو هو واحد المجموعة من العباقرة الذين يصنعون المستقبل في مجال الطب، في مجال الفلسفة، مجال السياسة، مجال الآداب، مجال الهندسة. في المجتمعات كاملة معروفة، خذ أي نظام تعليم الدول المتقدمة، هذه هي المستويات الثلاث التي يطمح لها. احنا شنو عندنا؟ نسينا قضية الاندماج والمواطنة، ما بقيناش مشغولين بها، لأنك كنا مشغولين بها كون صغنا برنامج يناسبها. حاولنا ما أمكن في المنطقة التقنية نعطيها كل شيء وبالتالي ما كنعطيها حتى حاجة، لأن العموميات لا تكون خبرة، ما تيتقن حتى حاجة، تعرف كل شيء ما كيدير والو. ولذا ملي كيمشي لشي شركة كيضطر ديك الشركة تولي تعاود فيه لا كوريكسيون ولا دابتاسيون، وكثر من ذلك خصها تخمن له بزاف ديال الأفكار اللي هي سلبية خداها من عندنا. والفئة الثالثة يمكن كتوقع هجرة لها والثروة تسرق منا. واش في علمكم انه سنويا 32 الف ماتيير غريز كتمشي من المغرب لفرنسا؟ يعني ما معنى السوبسبي ديالنا كيمشي لتما. دابا حتى الاطباء مهددين، يعني كل شيء مترع. هذه ثروه لا تقدر بثمن. يعني وبالتالي التعليم خصنا نحلوا هذه المعضلتين. المعضله الاولى الموارد البشريه، كيف نستطيع ان نجد نظاما ونسقا يدمجنا فيها الناس ديال لا يأتون للكسب والعيش وإنما لحب هذا العمل. النسق الثاني، وهنا غادي نجاوب على بزاف الأسئلة اللي هي تفاصيل. النسق الثاني هو لابد أن ننظر أن التعليم هو استثمار
لا يجب أن لا نتعامل معه بمنطق الربح والخسارة لأنه كل ربح. نقول لكم خذوا تلميذ مشى للمدرسة وقرأ ونجح، ما غادي نفكروش في الشرطة نزيدوا العدد ديالها وفي القضاء وفي السجون. حينما تبدأ دولة في بناء السجون أكثر مما تبني المدارس فإنه مؤشر خطير.